بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة بداية الأسبوع. وبسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ مع حضراتكم. بالتأكيد أسبوع هيكون فيه استعدادات لبطولة جديدة، بطولة قارية مهمة، بطولة مستحدثة من قبل الاتحاد الإفريقي بعد التعاون مع الاتحاد الدولي، استحدث بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بطولة السوبر ليج. بداية الكلام على هذه البطولة هتبدأ من النهاردة، بالتأكيد بطولة قارية إن شاء الله بإذن الله، نأمل أن تكون بطولة قارية جديدة تزور دولاب بطولات النادي الأهلي خلال منتصف نوفمبر المقبل، بعد الوصول إن شاء الله بإذن الله إلى المباراة النهائية المحدد إقامتها يوم 11 نوفمبر في حال التأهل بإذن الله، تكون على استاد القاهرة الدولي. كمان الأجندة الدولية لمنتخبنا الوطني خلاص في الأمطار الأخيرة. المنتخب الوطني فاز على زامبيا، بيستعد لمباراة ودية أمام منتخب الجزائر بعد غد الاثنين على استاد هزاع بن زايد في ختام معسكر أكتوبر. كمان منتخبنا تعرف على المجموعة التي سيخوض فيها غمار المسابقات الإفريقية في كأس الأمم الإفريقية في أبيجان في كوت ديفوار. حلقة النهاردة هيكون فيها كل التفاصيل والكواليس المتعلقة بالأهلي ومنتخبنا الوطني وآخر الأخبار اللي موجودة على الساحة الرياضية. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف رأي حضراتكم في قرعة بطولة أمم إفريقيا ومجموعة منتخب مصر في البطولة. تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير من برنامج الترند هستعرض أكبر قدر من أراكم في قرعة البطولة ورأيكم كمان في مجموعة منتخب مصر اللي بالتأكيد متواجد في المجموعة الثانية مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. توفيق يا رب لمنتخبنا في أمم إفريقيا في الكوت ديفوار. لكن نروح بسرعة لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ استعداداته لسيمبا غدا. وفي الترند المحلي، المنتخب يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لودية الجزائر. وفي الترند العالمي، فينيسيوس أرغب في البقاء بريال مدريد طوال مسيرتي. تفاصيل أكثر ولكن بعد الفاصل، عندنا كلام كتير جدا في فقرة ترند ترند. الأهلي إن شاء الله غدا هيستعد لأولى مباريات وافتتاحية السوبر ليج، مباريات الدوري الإفريقي. وأولى المباريات بإذن الله هتكون يوم الجمعة المقبل، لقاء الافتتاح ما بين سيمبا التنزاني والأهلي على ملعب بنيامين مكابة في دار السلام، الملعب اللي بيسع حوالي 60,000 متفرج. نقدر نقول من دلوقتي وقبل موعد المباراة بحوالي 6 أيام، التذاكر نفدت بالكامل، كل الدرجات اللي تم طرحها للجماهير نفدت بالكامل. وده يطرح لحضراتكم ليه الفكرة ان الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي لما فكر في استحداث بطولة السوبر ليج للمباراة الافتتاحية تبقى في تنزانيا، لان خلال السنوات الاخيرة حتى في عصر الكورونا وفي معمعة الكورونا في كل دول العالم كانت تنزانيا هي الدولة الوحيدة اللي بتسمح بالحضور الجماهيري، لدرجة ان الاهلي لما سافر تنزانيا ولعب مع سيمبا كان في حضور ما لا يقل عن 55,000 متفرج. فبالتالي ملعب بنيامين مكابة يوم الجمعة المقبل اللي هيستضيف اللقاء الافتتاحي وافتتاح بطولة السوبر ليج بين سيمبا والأهلي هيكون كامل العدد بحضور الجماهير. والتذاكر طرحت منذ حوالي 3-4 أيام، وكلنا شفنا أسعار التذاكر، يمكن أغلى تذكرة سعرها لا يتخطى ال 2000 جنيه، يعني بعد طبعا الشنل التنزاني لما بتشوفها بالعملة المصرية يعني اختلفت درجات التذاكر، لكن أعلى تذكرة اللي هي الـ VVIP سعرها لا يتخطى ال 2000-2500 جنيه، لكن بخلاف ذلك التذاكر كلها في المتناول، وبالتالي كل التذاكر نفدت بالكامل، وده من خلال موقع سيمبا التنزاني اللي أعلنوا بالأمس بعد طرح العديد من التذاكر. كلنا عارفين كمان إن حفل الافتتاح هيكون تحت رعاية وشعار الفيفا والكاف، يعني الفرقتين لما يجي ينزلوا أرضية الملعب سواء الأهلي أو سيمبا مع طاقم التحكيم بقيادة الموريتاني دحان نابيدة هيكون المفروض الطبيعي علم الاتحاد الإفريقي أو شعار الاتحاد الإفريقي، ولكن البطولة دي هيبقى فيه شعار الاتحاد الإفريقي وشعار الاتحاد الدولي مع علم النادي الأهلي مع علم نادي سيمبا التنزاني، هيصطفوا في الدخول لأرضية الملعب مع طاقم التحكيم وتبدأ مراسم انطلاق البطولة، وهيسبق ده حوالي حفل افتتاح مدته حوالي 10 دقايق. طيب أنا الأسبوع اللي فات كنت كلمتكم عن أن كل الأندية سجلت لاعبيها وكان آخر معاد للتسجيل يوم 10 أكتوبر،
يمكن لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها لسه في انديه بتواصل التسجيل، يعني حتى الاتحاد الافريقي ما عملش ديدلاين او في غرامات او امور قانونيه في مساله اللي هيتاخر عن التسجيل، ولكن لغايه اللحظه اللي بتكلمكم لغايه دلوقتي فيها التسجيل شغال لبعض الانديه ابرزهم مثلا مازيمبي وانيمبا، لكن الاهلي سجل، الوداد سجل، الترجي سجل، صن داونز سجل، يعني معظم الانديه اللي هتشارك في السوبر ليج سجلت. الاهلي على فكره قائمه ال 30 لاعب ما فيهاش مفاجآت، يعني قائمة ال 30 لاعب كل اللاعبين اللي أنت ممكن تتخيلهم في القائمة الحالية وبيشاركوا بشكل أساسي مع الأهلي موجودين في قائمة السوبر ليج، يعني القائمة 30 لاعب. من المفترض فيهم ثلاثة حراس مرمى، ولكن الأهلي سجل في ال 30 أربع حراس مرمى. الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، الأربع حراس متسجلين في قائمة ال 30 لاعب في قائمة السوبر ليج اللي هتشارك في البطولة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر، حتى قائمة اللاعبين الأجانب الستة موجودين. علي معلول، أليو ديانج، بيرسيتاو، رضا سليم، أنتوني موديست، محمد كريستو موجودين. لو بتتكلم على اللاعبين الصاعدين كريم الدبيس موجود، أحمد نبيل كوكا موجود. لو قلقان من فكرة إن لبعض اللعيبة المصابة هل ممكن تلحق مباراة السوبر ليج ولا لأ، الجهاز الفني للأهلي عمل حسابه وسجل. عمرو السولية موجود في القايمة، محمود متولي موجود في القايمة، كريم نيدفيد موجود في القايمة، صلاح محسن موجود في القايمة، كريم فؤاد اللي اصيب بالعضله الضامه في الفتره الاخيره موجود في القايمه. انا بس بديكوا يعني صوره عامه لقايمه الاهلي في السوبر ليج، ويمكن اعتقد الكلام ده هتسمعوه لاول مره، لكن احنا دايما بنحب نطمن حضراتكم على كل التفاصيل قبل ما حد يجتهد ويقول لكم خبر غلط او معلومه غلط. فكل اللاعبين المتاحين في القايمه، في ظل ان القايمه المحليه السنه دي بقت 30 لاعب، فالاهلي اساسا ما سجلش 30 لاعب محلي، اعتقد الاهلي كان سجل 28 او 29 لاعب، فلسه في مكان او اتنين فاضي بخلاف الاستبدال اللي ممكن يكون في يناير في القايمه المحليه. ولكن في السوبر ليج كل اللاعبين دول متسجلين معاك، وبالتالي انت عندك قوام جيد جدا في بطوله السوبر ليج. على فكره في انديه تانية سجلت حوالي 25 لاعب، يعني في انديه سجلت 25 لاعب، لكن الاهلي سجل 30 لاعب، ودي ابرز اللاعبين اللي موجودين في القايمه. كوكا، كريم الدبيس، الست لاعبين الاجانب، الحراس المرمى موجودين بالكامل، خط الدفاع متولي، ربيعه، ياسر، منعم، خالد عبد الفتاح مع محمد هاني مع اكرم توفيق، علي معلول، وسط الملعب مثلا اللي بعيد بقاله فتره مثلا ما بيشاركش كريم نيدفيد، لا موجود. يعني كل الاسامي اللي انت ممكن تتخيلها حتى لو كانت بعيده، كولر خد قرار ان يكونوا موجودين في قائمه ال 30، ودي القائمه المختصره اللي هيشارك بيها في لقاءات السوبر ليج. القائمه دي على فكره يوم مباراه سيمبا، يعني يوم الجمعه اللي جايه، ال 30 دول في الاجتماع التحضيري يوم المباراه هتختصر ل 23. ممكن كولر يسافر الاربع الجاي بال 30، ممكن يسافر بال 23 بس اللي هيلعبوا المباراه، ده امر يتوقف على اختيارات مارسيل كولر، ولكن يوم المباراه الصبح انت بتختار ال 23 من ال 30، لان ال 23 دول داخلين قائمه المباراه، 11 لعيب في الملعب و12 لعيب على الدكه. 11 لعيب اساسي و12 لعيب على الدكه، هيتعاملوا في البطوله دي وكانك بتلعب كاس عالم. عكس نظام دوري ابطال افريقيا، عندك التغييرات خمس تغييرات من ال 12 مسموح بثلاث فرص في التغييرات. هتكلم كتير على تفاصيل البطولة والأمور التنظيمية في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله بنجهز لها، عشان نعملكم حلقة شاملة كده عن السوبر ليج قبل سفر الأهلي إن شاء الله إلى تنزانيا، عشان كل التفاصيل تسمعوها من خلال شاشة قناة الأهلي. فدي أبرز الأمور المتعلقة باستعدادات الأهلي لمباراة سيمبا، وغدا إن شاء الله استئناف التدريبات، وفي انتظار عودة الدوليين، لأن كولر أجل ميعاد السفر ليوم الأربعاء عشان لعيبة الأهلي اللي موجودة في منتخب مصر تكون رجعت يوم 17، تنتظم في التدريبات وتسافر يوم 18. وقلت لكم موقف اللاعبين الاجانب في الفتره اللي جايه ازاي هيقدروا يوصلوا، والحمد لله يعني موضوع بيرسيتاو موجود مع الاهلي من القاهره، علي معلول هيصل تنزانيا قبل وصول الاهلي بحوالي ساعتين ثلاثه، شفنا امبارح علي كان بيلعب مباراه تونس وكوريا الجنوبيه وموجود معاهم ان شاء الله في مباراه اليابان، ومن مباراه اليابان يطير مباشره الى تنزانيا، والرحله يتتخللها ترانزيت واحد في ابو ظبي، لكن ان شاء الله علي هيوصل قبل وصول بعثه الاهلي الى تنزانيا باذن الله. دي كانت بدايه مهمه جدا نتكلم على الاهلي واستعداداته لمباراه سيمبا، لان الفتره الجايه لا حديث يعلو فوق مباريات السوبر ليج والدوري الافريقي اللي ان شاء الله باذن الله نفضل نتكلم عليه لغايه 11 نوفمبر لما نوصل النهائي ونشارك في البطوله بشكل جيد جدا، لان الاهلي بالتاكيد هو المرشح الاول للفوز باللقب، والقرعه من حسن حظ الفيفا والكاف يعني هي اسفرت عن وجود الاهلي مع سيمبا، عشان بدايه جماهيريه لبطوله كبيره لسه ضربه البدايه ولسه الاستعداد ليها بشكل جيد بعد سنه كامله كان فيها زيارات وورش عمل في الفترات الاخيره. طب ده جزء متعلق بالنادي الاهلي، الجزء الثاني وهو متعلق بمنتخبنا الوطني.
مش هتكلم على مباراة مصر وزامبيا، هتكلم عليها، بس الأول هتكلم على قرعة مباريات مصر أو قرعة البطولة الأمم الإفريقية اللي هتتنظم في الكوت ديفوار. مصر جت في المجموعة الثانية وده من حسن حظنا. الناس تقول لي ليه؟ هتفرق إيه الثانية من الستة من الخامسة من الرابعة؟ لا تفرق. تفرق اللي أنت هتبقى موجود في العاصمة أبيجان. الطبيعي لما بتتحضر القرعة بيبقى في ست مجموعات. معروف المجموعة الأولى والثانية فين؟ التالتة فين؟ الرابعة؟ الخامسة؟ كل قرعة أو كل مجموعة معروف البلد أو المدينة اللي هتلعب فيها. قدامكم على الشاشة هي القرعة والمجموعات اللي هتشارك في بطولة كأس الأمم ومنتخبنا في المجموعة بي، المجموعة الثانية مصر، غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق. المجموعة الأولى مجموعة طبعا البلد المضيف الكوت ديفوار، معاها نيجيريا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية دول هيلعبوا في العاصمة أبيجان. وطبعا المجموعة إيه؟ مجموعة كوت ديفوار هتلعب في ملعب جديد لسه تم إنشاؤه من فترة قريبة جدا، ولكن مجموعة مصر هتلعب في ملعب فيليكس أوفواني في أبيجان. الملعب ده على فكرة الأهلي لعب عليه قبل كده مع أسك ميموزا مباريات عديدة، تم استحداثه، ولكن كويس جدا منتخبنا هيلعب في أبيجان. طيب المجموعة الثالثة الجروب سي، السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري وجامبيا. دي المجموعة الثالثة، والمجموعة الثالثة هتلعب في ملعب كونان بيني، ده ملعب يسع حوالي 20,000 متفرج في مدينة ياموسوكو. دي على بعد 240 كيلومتر من أبيجان. عشان كده قلت لكم من حسن حظ منتخبنا هيكون في العاصمة، مش هيتنقل في مدن بعيدة. نروح للمجموعة الرابعة، مجموعة المنتخب الجزائري الشقيق مع بوركينا فاسو وموريتانيا، المنتخب العربي الشقيق أيضا، ومعاه منتخب أنجولا. دول هيلعبوا في مدينة على بعد 350 كيلومتر من أبيجان في ملعب ديلا باكس في بواكي، ده ملعب يسع لحوالي 40,000 متفرج. نروح للمجموعة الخامسة، مجموعة المنتخب التونسي، تونس معاها، دي مجموعة الموت بقى، تونس معاها مالي و ساوث أفريكا طبعا جنوب إفريقيا وكمان نابيبيا. دي مجموعة قوية جدا، تونس، مالي، جنوب إفريقيا، نابيبيا. لو تبصوا للمجموعة دي فيها عنصر ربط مشترك وهو لاعبي النادي الأهلي. المنتخب التونسي بيضم علي معلول، المنتخب المالي بيضم أليو ديانج، المنتخب الجنوب إفريقي بيضم بيرسي تاو. المجموعة دي هتبقى محط أنظار جماهير النادي الأهلي، ودي المجموعة الخامسة اللي هتلعب في ملعب بيسع لحوالي 20,000 متفرج، ملعب أمادو كوليبالي. دي هيكون في مدينة اسمها كورهوجو على مسافة 492 كيلومتر من أبيجان. المجموعة دي هتكون على مسافة 492 كيلومتر من عاصمة كوت ديفوار أبيجان. المجموعة الأخيرة المجموعة الستة، وفيها المنتخب المغربي معاه الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. مجموعة متوسطة المستوى، ولكن المجموعة دي هتكون في أقصى الساحل في سان بيدرو على مسافة حوالي 350 كيلو متر في ملعب لورانت بوكو بيسع لحوالي 20,000 متفرج. دي الملاعب ودي المدن اللي هتتلعب فيها المباريات. على فكرة مجموعة مصر الاستاد بيسع لحوالي 29,000 متفرج، استاد فيليكس هوفواني في العاصمة الإيفوارية أبيجان. طيب مباريات منتخب مصر، مصر طبعا اول مباراه ليها هتكون مع موزمبيق يوم 14 يناير. مصر وموزمبيق يوم 14 يناير الساعه 5، ده اللقاء الافتتاحي للمجموعه الثانيه. يليه على طول مباراه غانا والراس الاخضر الساعه 8. المباراه الثانيه والجوله الثانيه هتكون يوم 18 يناير، مصر هتلعب مع غانا 18 يناير، والمباراه الاخرى الراس الاخضر مع موزمبيق هيكون يوم 19 يناير. ده جدول المباريات بتاع المجموعه بي، المجموعه الثانيه لمنتخبنا الوطني. الجولة الثالثة والأخيرة هتبقى في توقيت واحد يوم 22 يناير، موزمبيق هتلاعب غانا والرأس الأخضر هتلاعب مصر، والمباراتين في توقيت واحد الساعة 8. على فكرة من حسن حظنا إن الماتشات كلها تعتبر يعني في فترة المساء. اللقاء الأول الساعة 5، اللقاء الثاني الساعة 8، اللقاء الثالث الساعة 8. لو نبص على لقاء الرأس الأخضر وموزمبيق ده هيكون الساعة 2، فكويس إن أنت مش هتلعب بالنهار، وبالتالي كويس جدا المباريات كلها هتبقى مناسبة لمنتخبنا الوطني. طيب على فكرة ده شكل المجموعة ومباريات منتخبنا الوطني. طيب اكيد اكيد يعني انت بتتكلم على تاهل 16 منتخب من ال 24، يعني بنتكلم على منتخبين
من كل مجموعه يبقى 2 في 6 ب 12 وافضل 4 توالد، وبالتالي في 4 مجموعات هيصعد منها افضل 4 توالد، ففرص التاهل مش كبيره يعني، ده مؤكده بنسبه تتخطى 90-95% الا لا قدر الله لو في مفاجات، واعتقد ده هيبقى صعب جدا لانه هيبقى شكلها وحش قوي، ما اعتقدش يعني منتخبنا يعني المفروض احنا بننافس على صداره المجموعه، ولكن خلونا كده نتعامل وكان مصر اول او تاني. طريقنا هيبقى ازاي؟ مصر لو في صداره المجموعه هتلعب مع ثالث المجموعه الاولى، ثالث المجموعه الاولى او الثالثه او الرابعه، ثالث المجموعه الاولى او الثالثه او الرابعه، يعني مرجح ان مصر مثلا تلعب غينيا الاستوائيه او غينيا بيساو، او تلعب غينيا كوناكري او جامبيا، او تلعب بوريتانيا او انغولا. دي الست منتخبات اللي ممكن منتخبنا يواجههم في دور ال 16 في حال تصدر مصر المجموعه اللي فيها غانا والراس الاخضر وموزمبيق. طب تصدرنا وتاهلنا لدور ال 16 وعدينا دور ال 16 ورايحين للدور ربع النهائي، هتواجه مين؟ اول المجموعه السته اللي هيلاعب تاني المجموعه الخامسه. يعني مثلا اول المجموعه السته المغرب، تاني المجموعه الخامسه مالي. مثلا المغرب ومالي هيلعبوا بعض في دور ال 16. مصر هتواجه الفائز من المغرب او مالي. يبقى انت بالتالي في دور الثمانيه عندك مواجهه عربيه قويه مع المنتخب المغربي في تكرار لنفس المواجهه اللي حصلت في الكاميرون 2021. طيب نفترض ان مصر حصلت على المركز لو رحنا نص النهائي، يعني عدينا خلاص العقبة دور الثمانيه ورايحين نص النهائي. نص النهائي بقى انت رايح فين؟ اول المجموعه الرابعه اللي هي الجزائر مع تاني المجموعه الاولى اللي هي نيجيريا او كوت ديفوار، او تاني المجموعه الثالثه اللي هي السنغال او الكاميرون. خلاص انت داخل بقى في مرحله مواجهه الكبار اللي بينافسوا على البطوله، فالصداره هتدخلك في المنافسه القويه من دور الثمانيه. لكن لو طلعت تاني، لو طلعت تاني هتلاعب تاني المجموعه السته، تاني المجموعه السته، يعني المغرب لا قدر الله وحصلت مفاجاه وبقت تاني ممكن تصادم مع مصر في دور ال 16، ده في حاله ان مصر تبقى تاني المجموعه. طيب عدينا المرحله دي مثلا واجهنا الكونغو الديمقراطيه مش المغرب، ورحنا لمرحله الدور ربع النهائي، لو انت تاني ورايح ربع النهائي ممكن تصطدم بالبلد المضيف، ممكن تواجه الكوت ديفوار. شفتوا ترتيب المجموعه بيفرق ازاي في المواجهات؟ كده كده من دور الثمانيه مواجهات صعبه، بس تروح تواجه الكوت ديفوار البلد المنظم، ولا ممكن يبقى في مفاجات في المجموعات الثانيه فتلاقي طريقه يعني طريقك قريب شويه من فرق بسيطه او متوسطه وتبقى الطريق سهل لغايه ربع النهائي او نص النهائي. كل ده بيتوقف على ترتيب المجموعه، ولكن مهم كنا نشرح لحضراتكم ترتيب المجموعه، لو انت اول سكتك فين، لو انت تاني هيبقى الوضع بالنسبه لك ايه. صعب جدا نناقش مع بعض مصر لا قدر الله وثالث المجموعه بيه، يعني اعتقد ده هيبقى امر صعب جدا فغير مطروح اساسا للنقاش او للعرض من خلال برنامج الترند. طيب تفاصيل اكتر عن ردود الافعال بخصوص قرعه منتخبنا، ردود الافعال الخاصه بمنتخبنا بعد الفوز على زامبيا بهدف مقابل لا شيء، كيفية الاستعداد لمباراة الجزائر بعد خد على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، كل ده وأكثر بالتأكيد من خلال الناقد الرياضي الأستاذ صبري علي، الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية. أستاذ صبري مساء الخير، ازي حضرتك ومنور الدنيا؟ مساء الخير عليك يا محمد وعلى كل المشاهدين. اولا عايز اعرف يعني انطباعك الاول على قرعة منتخبنا الوطني في كأس الأمم، وشايف المستويات ازاي والطريق اللي كنت بشرحه سواء في التصدر او لا قدر الله في حالة الوصيف؟ ما شاء الله عليك محمد، انت صعدتنا كده خلاص النهائي ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طبعا المنتخب وجود منتخب مصر مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق اعتقد قرعه مثاليه بالنسبه للمستويات اللي احنا شايفينها في المجموعات الخمسه الثانيه. منتخب مصر اسم كبير جدا، اكثر الفائزين بلقب امم افريقيا غني عن التعريف، احنا دايما مرشحين في كل الاوقات حتى في اسوء حالات المنتخب الوطني الفنيه دايما مرشح للفوز باللقب، ويمكن كان في ثوابت كثيره جدا المنتخب كان غير المرشح للفوز وحصد اللقب وبجداره، وطبعا يمكن ثلاثيه 2006 2008 2010 يعني لسه ما زالت موجوده في ذاكره كل الجماهير الافريقيه، لكن اعتقد ان منتخبنا في المرحله الحاليه تعد مرتين وصول للمباراه النهائيه وعدم النجاح في حصد اللقب وكان قريب جدا من البطوله في المرتين، ويمكن ده بيكون بيسبب دوافع كبيره جدا في المره دي، يعني احنا يمكن ظروفنا حاليا افضل، استقرار فني افضل مع وجود روي فيتوريا، اعتقد ان مجموعه اللاعبين اللي موجودين في المنتخب حاليا
في كواليتي عالي، وفي تجانس بدأ يزيد في الفترة الأخيرة سواء من بين اللاعبين المحترفين خارج مصر أو اللاعبين الموجودين في الدوري المصري. وأعتقد إن منتخبنا بإذن الله في المجموعة قادر على الصدارة بشكل يعني بديهي جدا في المرحلة الأولى، وهتكون المواجهات الصعبة هتكون في المرحلة التالية بعد كده. وبإذن الله إحنا دايما في البطولات المجمعة محمد المنتخب مصر دايما المستوى بيرتقي من مرحلة لمرحلة، وشفنا ده كتير في البطولات المجمعة أفضل كتير من مثلا تصفيات كأس عالم ومراحل مراحل الذهاب وعودة وكده. فمنتخبنا إن شاء الله في البطولة قادر إن هو حتى كمان يعني يصعد بمستواه من المباراة الأخرى أو من المرحلة الأخرى، وإن شاء الله يقدر يعني يعوض المرتين اللي حصل فيهم الإحباط بالعودة باللقب. وإن كانت طبعا المنافسة هتبقى شرسة جدا 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 في وجود 4 أو 5 منتخبات كبيرة مرشحة، طبعا أهمهم كوت ديفوار بصفته البلد المضيف يعني. أكيد. طيب لو اتكلمنا على المجموعات، أقوى مجموعة من وجهة نظرك يا أستاذ صبري؟ أقوى مجموعة طبعا أنا شايف في مجموعتين، في مجموعة الكاس السنغال والكاميرون مجموعة سي، وفي مجموعة تونس طبعا مجموعة برضو قوية جدا، تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا. أعتقد المجموعتين دول فيهم شراكة كبيرة جدا، ومنتخب بتونس هيواجه في المرة دي يمكن كانت ظروفه دايما في البطولات أو في القرعة السابقة لكل البطولات اللي قبل كده كان بيكون فيه يعني خط سيره أسهل، لكن المرة دي هيواجه منافسة شرسة، خاصة إحنا شايفين منتخب تونس مش في أفضل حالاته، وفي بعض الـ يعني الناس أو الأصوات اللي بتطالب بتعديلات فنية. فاعتقد ان منتخب تونس هيواجه صعوبه كبيره جدا، خاصه احنا بنتكلم طبعا عن المنتخبات العربيه. منتخب المغرب بشوف طبعا ان هو في يعني في صداره المجموعه ان شاء الله رب العالمين يعني، وباذن الله برضه منتخب مصر يكون في صداره مجموعته، ويكون اللي يكون فيه المواجهات. اهم حاجه للمنتخب المصري انا بشوف يعني في المرحله الثانيه ان هو تجنب المواجهات العربيه. ايوه ده اللي كان هيخليني اسال حضرتك يا استاذ صبري، احنا لو تصدرنا المجموعه السكه بتاعتنا هتبقى الجزائر والمغرب بنسبه كبيره جدا، لو طلعنا وصيف سكتنا رايحه الكوت ديفوار والكاميرون والسنغال، انت تفضل نطلع وصيف كده؟ يعني طبعا ما بحبش ابدا الحته تكون قبل البطوله ان احنا نقول ان احنا نلعب ان احنا الوصيف، ان شاء الله نكون صداره المجموعه. واللي بيبقى المفروض المنتخب اللي رايح يلعب على لقب مش بيهمه مين يقابل مين في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، خاصه ان انت لو ما قابلتش في الدور 16 بتقابل في دور الثمانيه، بتقابل في دور يعني مش في الدور الاول، بتقابل في دور الثمانيه، بتقابل بعد كده في الدور اللي قبل النهائي، يعني لازم هتقابل المنتخبات الكبيره. لكن طبعا انا تجنب واجهه المنتخبات العربيه في المرحله بدايه البطوله، يعني مثلا حتى لو هو لدور الثمانيه قدرنا ان احنا نتجنب مواجهه عربيه هيكون افضل كتير. بعد كده المنتخب بيكون دخل اجواء البطوله بشكل كبير، وطبعا اللي بيحكم المباراه وقتها 90 دقيقه اللي في الملعب، لكن بعيدا عن الحسابات الثانيه اللي هي الحسابات المسبقه يعني. وان شاء الله رب العالمين منتخبنا زي ما بقول لك ان هو قادر ان هو في بدايه بعد الـ3 مباريات اللي في المرحله الاولى او في الدور الاول يقدر يكون خلاص اللي حصل بالحركه الانسجام اللي احنا بنشوفها دايما مع منتخبنا في البطولات المجمعه والارتقاء بالمستوى الفني، ونقدر بعد كده نحسبها خطوه بخطوه، وان شاء الله رب العالمين نقدر نوصل للمباراه النهائيه ونتوج باللقب. نقطه ثانيه مهمه يا استاذ صبري، حضرتك طبعا سافرت كتير وحضرت بطولات كبيره، فكره انك تتصدر المجموعه هتفضل موجود في العاصمه، واللي جاي لك تاني مجموعه من مدينه تانيه هو اللي هيتنقل ويسافر، وحضرتك عارف طبعا التنقلات في افريقيا مدى صعوبتها، فالصداره اكيد لها مميزات كتيره كمان. ايوه يا محمد، انا ليا تجربتين في 2008 في غانا، كنا موجودين في كوماسي من بدايه البطوله لحتى المباراه النهائيه. مظبوط. بعدين في مباراه في البطوله رحنا لعبنا المباراه النهائيه في اكرا، المباراه النهائيه فقط اللي اتحركنا ليها، يعني لعبنا كل جميع مبارياتنا في كوماسي، ولعبنا المباراه النهائيه في اكرا المباراه النهائيه فقط. في انجولا 2010 برضه كنت موجود مع المنتخب، لعبنا في مدينه بنجيلا كل مبارياتنا اثناء المباراه الاخيره لما رحنا لعبنا النهائي في لواندا. يعني عارف طبعا ان النهائي لازم بتلعب في العاصمه. اكيد. فده كان فرق جدا مع منتخب مصر زي ما انت بتقول، انا متفق معاك تماما. المنتخب لم ينتقل من المدينه اللي موجود فيها من نفس الفندق الاقامه اللي موجود فيه من بدايه البطوله حتى انتقاله الى المباراه النهائيه، انتقل فقط قبل المباراه بليله واحده، لعبنا المباراه النهائيه في كوماسي في 2008 وفي لواندا في 2010، وده كان تاثيره كبير جدا 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 على تركيز المنتخب وعلى انضباطه وعلى عدم تعرض للارهاق بتاع السفر او كده في بين المدن الافريقيه، حتى لو كانت المدن قريبه لكن برضه في ارهاق، والنقل نفسه يوم بيضيع عليك في ان انت بتكون في ارهاق للسفر من مكان لمكان، وتغيير الفندق نفسه بيأثر على اللعيبه. فده كان طبعا مؤثر جدا جدا جدا، وكان واضح جدا تأثيره في البطولتين اللي احنا حسمناهم في 2008 و2010. اكيد. طيب اروح معاك بقى لمباراه مصر والجزائر والمباراه في الامارات وتحديدا في استاد هزاع بن زايد.
استعداد الفريقين مصر والجزائر مباراه قمه كره عربيه في الامارات، والصحافه الجزائريه الصحف الاماراتيه بتتكلم على ايه؟ قربك كمان من منتخب مصر، وشايف الاستعدادات وتصريحات روي فيتوريا وجاهزيه اللاعبين للمباراه القويه دي. ومنتخب الجزائر وصل اليوم للامارات، طبعا المباراه قبل المباراه ب 48 ساعه بالظبط يعني، وصل اليوم بيتمرن، المفروض انه بيتمرن تدريب مسائي النهارده على استاد زعب بن زايد، والتدريب الاخير بكره كمان على نفس او في ملعب في مدينه العين. مدينه العين فيها ثلاث استادات مؤهله بشكل كبير جدا لاستضافه التدريبات والمباريات، يمكن ده يمكن مدينه العين بتتميز بالموضوع ده، ثلاث استادات مؤهله تماما صحيح دوليه بمدرجاتها بملاعبها بمرافقها، وده يمكن بيدي فرصه كبيره جدا للمعسكر ونجاح المعسكر المصري اللي موجود حاليا. منتخب الجزائر جاي طبعا من فوز كبير على كاس فيردي الحكوماتيه، منتخب مصر بعد الفوز على زامبيا، في ترقب كبير جدا للمباراه واهتمام كبير جدا هنا على كل الاصعده يعني، سواء على المستوى مجلس الاوزار الرياضي اللي هو بيستضيف او بينظم المعسكر المصري نعم، والمعسكر الجزائري، والمباراتين لمنتخب مصر امام زامبيا وامام الجزائر، وفي اهتمام اعلامي طبعا، وفي اهتمام جماهيري ده الاهم. منتخب مصر بيحظى باهتمام جماهيره في كل مكان، خاصة لما يكون المصريين المغتربين دايما لما بيجي منتخب مصر يلعب مباراة يكون في حالة شغف كبيرة جدا برؤية المنتخب. التذاكر نفدت؟ نعم؟ التذاكر نفدت بالكامل في ماتش مصر والجزائر ولا زي ماتش مصر وزامبيا؟ لا لا، في لسه في التذاكر موجودة لم تنفذ، بس برضه يا محمد لازم تلاحظ ان المباراة في يوم الاثنين يوم عمل، يوم اجازة مثلا، المباراة دي لو بتلعب يوم جمعة أو سبت أو أحد كنت ممكن تلاقي إقبال جماهيري أكبر، لكن أعتقد إن في طبعا المباراه هتختلف، الوضع يختلف تماما عن مباراه زامبيا، ده توقعي، المدرجات هتكون ممتلئه عن اخرها، خاصه ان الجمهور الجزائري كمان هيكون موجود، الجاليه الجزائريه موجوده، ففي هيروحوا يشجعوا منتخبهم، والمنتخب المصري في الاسر بتبقى بتعتبر ده يوم فسحه احتفاليه ويوم كرنفال كده، اللي بيكونوا موجودين ولادهم لعيبه منتخب مصر، بعتقد ان المدرجات في استاد زعب بن زايد ممتلئه عن اخرها في المباراه، رغم ان هي في وسط الاسبوع يعني. أكيد. أستاذ صبري أنا بشكرك جدا، وكل التوفيق ليك ولكل زملائنا الإعلاميين والصحفيين في الإمارات العربية المتحدة، وكل التوفيق يا رب لمنتخبنا في بطولة الأمم وفي مباراة الجزائر، يكون استعداد قوي لروي فيتوريا خلال الفترة اللي جاية. دي كانت مكالمة مهمة جدا فيها تفاصيل وتعليق الصحافة الرياضية على قرعة منتخبنا الوطني وتصور للمجموعات الخاصة بكأس الأمم، وكمان ألقينا الضوء على استعدادات منتخبنا في المعسكر المقام الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة. فاصل، وبعد الفاصل نواصل. النهارده السوشيال ميديا ومن خلال الصفحات والمواقع بيتكلموا على اخبار وارقام قياسيه وحاجات سكاوتنج ليها علاقه بفريق الكوره في الفتره الاخيره، لكن كمان امور متعلقه ببعض اللاعبين في الفتره الحاليه. كل ده نطلع نشوفه في اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب رابطه الانديه المحترفه، بيتكلموا على ان الاهلي الاقوى هجوما رغم لعبه مباراتين فقط. إليكم الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري حتى الآن. الأهلي بعد الجولة الثالثة أقوى هجوم، 7 أهداف من مبارتين. مودرن فيوتشر اللي في صدارة الدوري ب9 نقاط أحرز 6 أهداف. الزمالك 5 أهداف، سموحة 5 أهداف، زد 5 أهداف، بلدية المحلة أيضا 5 أهداف، وبيراميدز والإسماعيلي بنفس الرصيد من الأهداف 4 أهداف، وفي الصورة طبعا هداف الدوري الجنوب إفريقي بيرسي تاو. نروح لحساب سبورت 360 مصريه، وبيتكلموا على ان في 4 لاعبين في الاهلي وصلوا الى بلس 20 بلس 20 مساهمه تهديفيه مع الاهلي تحت قياده كولر. علي معلول على القمه، ظهور مميز لثلاثي الهجوم. علي معلول عمل 28 مساهمه تهديفيه، احرز 12 هدف وعمل 16 اسيست. حسين الشحات 27 مساهمه تهديفيه، احرز 13 هدف و14 اسيست. كهربا 25 مساهمة تهديفية، أحرز 17 هدف و8 أسيست. بيرسي تاو 21 مساهمة تهديفية، 14 هدف و7 أسيست. 4 لاعبين وصلوا لأرقام قياسية كبيرة جدا بخصوص عدد الأهداف وصناعة الأهداف. طيب نروح لحساب الوطن سبورت، وبيتكلموا على إن في تقرير بيهدد موديست بالإطاحة من تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني. نركز مع بعض كده في الخبر ده عشان بصوا نقرا التفاصيل. السويسري مارسيل كولر بيترقب وصول الفرنسي أنطونيو موديست مهاجم الفريق قادما من فرنسا
بعد انتهاء اجازته وراحته السلبيه قبل مباراه سيمبا التنزاني. الوطن علم ان السويسري كولر طلب من الجهاز المعاول له خضوع موديست لاختبار طبي وبدني فور عودته من فرنسا. احنا سالنا هو يا جماعه مش كانت قال ان موديست ما خدش راحه وبيلتزم ببرنامج بدني في فتره الاجازه الفتره الحاليه؟ اتقال اه. طب يا جماعه موديست سافر حتى بعد يومين ثلاثه؟ قالوا لا. طب موديست موجود يوميا في النادي؟ قالوا اه. بيواصل تدريباته؟ نعم. طب ايه بقى فكره ان كولر بيترقب وصول انتوني موديست من فرنسا؟ لا تعليق، لا تعليق، لا. ده خدوا بقى الإفيه اللي جاي. يرغب كولر في حسم مصير موديست من المشاركه امام سيمبا، اذ يدرس المدرب استبعاده من التشكيل الاساسي. اللي اتفرج على الاهلي في الكام مباراه اللي فاتوا هيقدر يفهم كولر عايز يوصل موديست لايه. ولما تخش للسوبر ليج اللي انت جايب موديست عشانه وتقول ان كولر بيفكر في استبعاده، يبقى انت مش قاري المشهد خالص. بس المشهد كله مبني على معلومه اصلا غلط، لان الراجل موجود في القاهره وبيواصل تدريباته اليوميه في النادي. فلا تعليق اكتر من كده. طيب، حساب كوره بلس منافس الاهلي في دوري ابطال افريقيا ميدياما الغاني قال من خلال المتحدث الرسمي او مدير الاعلام باتريك اكوتو، قال الفارق بيننا وبين الاهلي المال فقط. وبيتكلم بيقول الفارق الوحيد بيننا كنادي غاني مع الاهلي هو الاموال. لو امتلكنا ما لديهم من اموال سنكون بين كبار افريقيا. وانا بعتبر التصريحات دي بتبقى الهدف منها انك تتواجد عشان تبقى راس براس مع الاهلي، ولكن مجرد ما بتلعب المباراه كل التصريحات دي بتذهب ادراج الرياح. اولا انت عشان تبقى زي الاهلي محتاج سنين كتير. شوفوا تاريخ نشاه ميدياما وشوف تاريخ نشاه الاهلي. انا متوقع جدا التصريحات دي وانت بتلاعب بطل غانا وانت رايح تلاعب سيمبا، لان كمان عندي النهارده تصريحات لمتحدث الرسمي لنادي سيمبا، تصريحات غريبه جدا ولكن ده متوقع. وانت لما بتلعب الفرق الكبيره لازم الفرق اللي بتحاول تعمل لنفسها صيت وشعبيه في القاره الافريقيه هتعملها على حساب مين؟ خارج الملعب في الصحافه والاعلام، داخل الملعب في المنافسه. فاحنا متوقعين ده، بنشوف دايما ده في الملاعب الافريقيه، وده متوقع وطبيعي في الفتره الاخيره. اهو حساب الاهلي دوت كوم بيتكلموا على ان سيمبا بيحشد جماهيره لمباراه الاهلي. على فكره سيمبا التنزاني نشر على حساباته التيشيرت الخاص بالفريق اللي مكتوب عليه افريكان فوتبول ليج، ماتش سيمبا اجينست الاهلي، تاريخ المباراه، وكل الامور المتعلقه بالدوري الافريقي اتحطت خلاص رسميا على تيشيرت نادي سيمبا، واعلنوا ده على الصفحه الرسميه. كمان تذاكر المباراه اتطرحت، وانا شفت نسخه من تذكره المباراه، ممكن ان شاء الله في الحلقات القادمه هنعرضها لحضراتكم، لان التذكره ليها ستايل وليها لوجو معين وشكل معين في الدوري الافريقي. ولكن طبيعي جدا سيمبا يحشد جماهيره، لان احمد علي كمان المتحدث بنادي سيمبا قال كلام مهم جدا. قال ايه بقى؟ في تصريحات لصحيفه ديلي نيوز التنزانيه، اتكلم على فكره ان اختيار تنزانيا لاستضافه لقاء السوبر الافريقي او لقاء الافتتاح السوبر الليج ده طبيعي نتيجه قوه مشجعي تنزانيا وسيمبا التنزاني. وده طبيعي، وانا قلت في بدايه الحلقه اختاروا ملعب سيمبا كافتتاح لان هم عارفين ان الناس بتحضر في ايا كانت الظروف 60,000 متفرج، وده شيء مطلوب ان الملاعب كلها تكون كامله العدد. اتكلم كمان وقال يجب ان ناتي باعداد كبيره في المباريات القادمه في السوبر ليج. واتكلم في تصريحات وقال على الاهلي ان الاهلي ما بينامش عشان هيواجه سيمبا. يعني دي تصريحات المتحدث الرسمي في نادي سيمبا التنزاني. طيب الوطن سبورت ايضا بيتكلموا ان في قرار نهائي في الاهلي بشان تجديد عقد بيرسي تاو، وقالوا ان مصدر داخل القلعه الحمراء قال لا توجد اي نيه داخل النادي لفتح ملف تجديد عقد بيرسي تاو في الوقت الراهن، لسه في موسم اضافي بجانب الموسم الحالي، واكيد النادي الاهلي هيختار التوقيت المناسب لفتح ملف التجديد مع بيرسي تاو. ده كان مصدر من الاهلي للوطن سبورت. طيب نروح للمصري الرياضي وبيتكلموا على ان في تطورات جديده في ملف استاد الاهلي وانفراجه في انشائه. يعني على عوده المصري الرياضي قالوا ان اتفق مجلس اداره الاهلي مع ثلاث شركات عالميه لتنفيذ استاد النادي بشكل فعلي في اقرب وقت ممكن، ومجلس الاداره حدد للشركات المده الزمنيه التي تقدر بسنتين لانهاء الاستاد الذي سيشمل بناء مستشفى ومدرجات على اعلى مستوى. دي ابرز الحاجات اللي معايا النهارده في ترند الاهلي، لكن موضوع الاستاد اكيد اول ما يكون في تفاصيل رسميه من الاهلي هنعلنها لحضراتكم من خلال الموقع الرسمي، لان اكيد في تفاصيل
اكتر من كده بكتير. والملف ده على فكره مع كل اجتماع لمجلس الاداره بتبقى فيه بنود وامور مهمه جدا المجلس بيناقشها عشان الفتره اللي جايه. طيب نروح للترند المحلي والكلام على منتخبنا. حساب اليوم السابع مرانو الرئيسي اليوم استعدادا لوديه الجزائر. النهارده التدريب الرئيسي، المباراه ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 7 بتوقيت القاهره، وكل التوفيق لمنتخبنا للخروج باقصى استفاده من هذا اللقاء. طيب ملعب القاهره 24 بيقولوا كيف يفكر فيتوريا في مواجهه الجزائر؟ دور جديد لصلاح وحل سحري للوسط. اولا وارد جدا نشوف تغييرات في التشكيله، ممكن يدخل عمر كمال عبد الواحد من البدايه، ممكن محمد حمدي من البدايه، خط تغيير يعني صلاح تريزيجيه مصطفى محمد، ما اعتقدش هيكون في تغيير، ولكن شكل الملعب محتاج دفعه مختلفه شويه عن ماتش زامبيا، لان ماتش زامبيا ما كانش فيه تجانس، كان فيه صربعه، كان فيه مس باس كتير في نص الملعب سواء من طارق حامد، هل ممكن مروان عطيه يبدا اساسي من المباراه القادمه؟ هل ممكن محمود حماده يبدا؟ كل ده هنشوفه في مباراه الجزائر، ولكن اكيد فيتوريا درس ماتش زامبيا، لان احنا كسبنا بهدف يتيم في الدقائق الاخيره او في الثواني الاخيره بضربه راس لحمدي فتحي، ولولا هذا الهدف كانت المباراه ممكن تخرج تعادل سلبي، ولولا انقاذ الشناوي لاكثر من فرصه كان ممكن منتخبنا يخرج خسران هذا اللقاء امام منتخب زامبيا. طيب نروح لحساب بطولات وبيتكلموا على ان حمدي فتحي لاعب خط وسط الوقره ومنتخبنا الوطني سجل حتى الان 3 اهداف دوليه مع منتخب مصر. حمدي عنصر مهم جدا في وسط الملعب. طب الوطن سبورتي بيتكلم على ارقام فيتوريا مع منتخب مصر قبل الصدام مع الجزائر. فيتوريا لعب 10 مباريات ما بين وديه ورسميه، فاز في 9 لم يتعادل، خسر لقاء واحد امام منتخب تونس، ومنتخب تونس خسر بالامس امام كوريا الجنوبيه 4-0. مصر مع فيتوريا في 10 مباريات احرزت 22 هدف واستقبلنا او دخل شباكنا 5 اهداف. هي ارقام جيده، ولكن في النهايه العبره بالمباريات الرسميه والبطوله الرسميه. عندنا جولتين تصفيات كاس عالم في شهر 11، كاس امم افريقيا في شهر يناير وفبراير. اعتقد الفتره دي هتبقى هي المحك الاساسي والرئيسي اللي نبني عليه الفتره اللي جايه. هل فيتوريا يستحق ان يستمر في التصفيات عشان هدف الوصول لكاس العالم 2026، ولا لا قدر الله لو حصلت نتائج سلبيه في الفتره اللي جايه ممكن يتم الاطاحه به طبقا لبنود التعاقد؟ ده هنتعرف عليه الفتره الجايه، ولكن نوفمبر ديسمبر يناير فبراير 4 شهور حاسمه في مصير فيتوريا مع منتخبنا في العقد المستمر حتى 2026. طيب حساب بطولات وتصريحات لمحمد غرابه مدير منتخب مصر، اتكلم على منتخب الجزائر وقال منتخب كبير لكننا لا نخاف وستكون تجربه قويه امام المصنف الثالث على مستوى قاره افريقيا. جمال بلماضي المدرب الجزائري الشهير الفائز بكاس الامم مع الجزائر في مصر عام 2019 قال مواجهه مصر ستكون اختبار قوي لفريقنا وكنا ننتظره كثيرا. جمال بلماضي ما اعتقدش لعب مع منتخب مصر من ساعه ما تولى المسؤوليه، واخر مباراه وديه كسب فيها الراس الاخضر بنتيجه كبيره حوالي 5-1 او 6-1 اعتقد، كانت المباراه في الجزائر. طيب مدرب منتخب غانا كريس هوتن اللي هيكون متواجد مع منتخب مصر في كاس الامم اتكلم على القرعه ونتيجتها، وقال منتخب مصر ذو خبره كبيره ويتمتع بخبرات كبيره في كاس امم افريقيا. هو كل مجموعه هيبقى فيها لقاء ديربي على فكره، يعني الكوت ديفوار مع نيجيريا، المغرب مع الكونغو، تونس مع مالي، مع جنوب افريقيا، مصر مع غانا، السنغال مع الكاميرون، هتبقى في دربيات في كل مجموعه من مجموعات كاس الامم عشان ترتيب الصداره والوصيف. طيب كره بلس وفي تصريح لعبد الكريم زيتو المدير الفني المنتخب غانا للشباب، اتكلم مع كره بلس وقال لهم ان اللعب امام صلاح سيفيد اللاعبين، واتكلم على ان منتخب غانا للشباب ممكن يتم يعني قيد عدد من اللاعبين الصاعدين في منتخب غانا الاول في كاس الامم، ومشاركتهم امام منتخب مصر وتحديدا امام صلاح هيكون امر مثير للاهتمام بالنسبه للاعبي غانا للشباب. طيب نروح للمصر الرياضي وبيتكلموا على اكتشفوا النني، من هو كامرون اسماعيل لاعب ارسنال المنضم الى منتخب مصر. طيب هنا كلام بخصوص لاعب اسمه كامرون اسماعيل بيلعب بقدمه اليسرى، بيتميز بالسرعه، بيلعب مركز ظهير ايسر، عنده 3 جنسيات،
انجليزي مصري نيجيري، تعود اصوله المصريه لامه والنيجيريه لوالده والانجليزيه بحكم ولادته واقامته في انجلترا، لكنه اختار في النهايه تمثيل منتخب مصر. عنده 16 سنه التقى بمحمد النني خلال فتره معيشته في تدريبات فريق شباب ارسنال، ووارد جدا الفتره الجايه ممكن ينضم لمنتخبنا، ولكن في الفتره التي كان يعاني منها اصابه الركبه ابعدته عن صفوف ارسنال لمده سنه، كان بعيد لمده سنه مع الارسنال نتيجه اصابه الركبه، لكن وارد جدا هذا اللاعب نشوفه في منتخبنا الفتره الجايه، وهيكون محمد النني سبب في ظهوره مع منتخبنا لان هو ادى كافه المعلومات للجهاز الفني. طيب استاذ محمد خليفه بيتكلم عن القرعه وقال قرعه جيده للغايه، منتخب مصر قادر على الصعود منها، وبشوف ان البطوله هتكون من اقوى النسخ. ده تعليقا على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، اقوى يعني رايكم ايه في المجموعات ورايكم ايه في مجموعه منتخب مصر. هو بيقول ان شايف ان البطوله هتكون من اقوى النسخ لما تملكه من منتخبات قويه، المنافسه هتزيد سخونه من دور الثمانيه، اتمنى ان يحقق المنتخب الوطني اللقب بعد غياب 14 عام، قولوا يا رب. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واشقائنا في غزه وفلسطين. ده تعليق للاستاذ محمد. استاذ ناصر مساء الخير يا استاذ محمد، مجموعه متوازنه والمنافسه قويه، وموزمبيق وشها حلو علينا فعلا، في ثلاث مناسبات كانت موزمبيق معانا بنكسب البطوله، وان شاء الله تمنى لمنتخبنا. اهلاوي انا، شجع مصر. نروح لسامح. القرعه عامه ومجموعه مصر متوازنه، فيها غانا منافس قوي على الصداره والراس الاخضر لديه طموح يجب احترامه، موزمبيق وش السعد وكلما تواجد معانا في المجموعه، حصلنا على البطوله يبقى اللعب برجوله وحماس المصريين واحترام كل المنافسين، ويا رب التمنه مصريه. اهلاوي انا والفخر ليا. استاذ محمد عماد بيقول مساء الخير، ارى ان القرعه متوازنه على جميع الفرق والمنافسه ستكون قويه جدا، وفي مجموعه مصر معانا موزمبيق اللي ان شاء الله هتكون وشها حلو علينا زي كل مره، والتمنه يا مصر. يبدو ان الكل متفائل بوجود موزمبيق مع مصر في التصفيات او في المجموعه. استاذ محمود بيقول مجموعه في المتناول ومصر بسهوله تقدر تتصدر المجموعه، وان شاء الله البطوله لينا. طيب دي تعليقات معظم الناس اللي شاركت معانا في الاجابه على السؤال، لكن الجميع اتفق على نقطه واحده، موزمبيق وشها حلو على منتخبنا، والقرعه متوازنه والصداره وارد تكون لمنتخبنا. نتمنى في النهايه العمل بجد والشغل الفتره الجايه يبقى كتير عشان نضمن اول جولتين في تصفيات كاس العالم، نروح لكاس الامم واحنا في معنويات عاليه ونحقق نتيجه جيده في الكوت ديفوار. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.